وفي سياق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وفي إطار المؤتمر الصحفي، أضاف الرئيس أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء الهند على ضرورة تعزيز الروابط على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاتفاق تضمن أيضا تسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي. اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي.